مميز اليوم زينة، يعني ببداية الصباح بلشنا بعيد الجلاء وهلأ رح نكون مع عيد الفصح، نقول فصح مجيد، نتابع هيدي الأجواء وهيدي الصلوات المقامة بهيدا اليوم زينة. أكيد مها، رح تكون معنا زميلتنا علا أحمد متواجدة بكنيسة اللاتين لحتى ترصدنا الأجواء الموجودة. بدنا نقلها لعلا يسعد صباحك وفصح مجيد. أكيد صباح الخير زينة، صباح الخير مها، أكيد صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا على قناة أوغريت فصح مجيد. كل عام وأنتم بألف خير. طبعا مثل ما ذكرت مها، اليوم بالفعل عدة مناسبات على الصعيد الوطني. أكيد أكيد ننعيد بمناسبة الذكرى 76 لذكرى عيد الجلاء، جلاء المستعمر الفرنسي، وأكيد نقول الرحمة لكل الشهداء. وطبعا اليوم نحن الآن متواجدين بكنيسة اللاتين اللي بلشت فيها شعائر وطقوس الميلاد، طقوس عيد الفصح الغربي. طبعا منذ دقائق قليلة بدأت الصلوات، صلوات عيد الفصح للطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الغربي. طبعا كانت قرعة أجراس الكنيسة وبدأت الفرقة النحاسية الخاصة بالكنيسة طبعا إذانا ببدء الصلوات، صلوات عيد الفصح الغربي. طبعا اكيد نحن بدنا نعيد كل المتواجدين، نقول لهم كل عام وهنن بالف خير، ان شاء الله يا رب هيدي الايام بتكون ايام خير بركه سلام ووئام. طبعا اكيد كمان اليوم طبعا عم يتزامن هيدا العيد مع عيد الجلاء، اكيد كمان مع شهر رمضان المبارك، اكيد بدنا نعيدهم ونقول لهم كل عام وانتم بالف خير، فصح مجيد، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب، ينعاد عليكم وعلى البلد وعلى قائد البلد وعلى كل انسان شريف بهيدا البلد، بألف ألف خير. وسائبت يعني اجت مناسباتنا كلها الحلوه مع بعض، الشهر الفضيل هلا مع نحن هلا عيد القيامه، وان شاء الله يا رب بنتمنى قيامه مجيده لهالبلد وتقوم من كل اعباءها ومن كل الشيء المانو منيح اللي عم تتعرض له. مثل ما ربنا قام من الاموات بنتمنى لسوريتنا الحبيبه قيامه عظيمه. عيد الفصح بيجي بعد صيام لمدة 40 يوم، نحكي عن الطقوس حاليا. الطقوس حاليا نحن بعد الصيام بنجي في عنا يوم شعنينة، الشعنينة الأولاد بتحمل السعف والشمع المزين، مثل بيستقبلوا ربنا يسوع المسيح يلي إجا على أورشليم وقت العالم استقبلته بسعف النخل. الأطفال بتحمل الشمعة لأنه كتير بيتساءل شو معنى الشمعة، أنه الطفل وقت بيحمل الشمعة شو معناتها الشمعة المزينة. الشمعة المزينة هي فرح، هي أنه استعداد لقبول الرب للمجيء لعنا. وبالفصح من العالم كله بتروح على الكنيسة، بيكون في بيض ملون، طبعا البيض هو كمان رمز للقيامة، كيف الصوص بشق البيضة وبيطلع ربنا يسوع شق القبر وطلع منه. تماما طبعا، واكيد في عديد الطقوس، في تزيين للمنازل بيكون بهيدا العيد بعيد الفصح. اكيد بيكون في عندنا مثلا مثل شجرة بنحط فيها بيض ملون، بنلون بيض وبنحطه بوعاء، يعني كل واحد وقدرته بهيدي القصة. اكيد بدي ارجع اتمنى لك فصح مجيد وكل عام وانت بألف خير يا رب. وانت بألف خير، وبلدنا وكل انسان وطني وشريف وبيحب هيدي البلد بألف ألف خير يا رب. طبعا اكيد نحن متابعين جولتنا بكنيسه اللاتين، طبعا يعطيك الف عافيه فصح مجيد. فصح مجيد، كل عام وانت بخير. وانتم بالف خير. امنياتنا بهيدا اليوم؟ امنياتنا يا عم السلام على وطننا الحبيب، وتكون فرحه كبيره ان شاء الله يا رب، ينعاد عليك بالخير وكل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير. طبعا اكيد نحن رح نكون مع باقي المتواجدين. طبعا هون الان طبعا مثل ما ذكرت عتقام الصلوات والطقوس والقداديس بمناسبه عيد الفصح المجيد. طبعا اكيد نصبح عليك ونقول لك العام وانت بالف خير، فصح مجيد. يسعد صباحك ويسعد صباح كل شيء موجود هون، وان شاء الله ايام مباركه للجميع، ويا رب هيك العيد القيامه يكون قيامه مجيده لسوريا، كمان سوريا الحبيبه. وبتمنى الخير لبلدي، وبتمنى الخير لقائدنا دكتور بشار الأسد، وبتمنى الخير لجيشنا ولكل حدا شريف في هالبلد، وبتمنى لكم التوفيق يا رب. شكرا لك. طبعا هلأ بلشت طقوس العبادة وطقوس الصلوات، بعد الصلاة شو الطقوس بتصير؟ بعد الصلاة بدنا نروح ناكل، أهم شيء الأكل. تعرفي الصيام طبعا كان 45 يوم
وبعد الصيام يعني بتعرفي هلا بتخلص الاداديس وكل مين بيروح على بيوته بيلتقي باهل باهله ومنبلش بقى المعايدات من بيت لبيت. اول شيء بنعيد كبار السن وهن الاهم، الاهل الله يطول بعمرهم ويعطيهم الصحه، هن بركتنا بهالدنيا. طبعا نحن عم نشوف الاولاد كمان متواجدين بهيدي بالصلاه، طبعا فرحه الاولاد بهيدا العيد. الاولاد هن بركه البلد، هن المستقبل، هن يلي عم نراهن انه هن يرجعوا يبنوا بلدنا بالخير يا رب. يعطيك الف عافيه وكل عام وانت بالف خير يا رب. شكركم، شكرا. شكرا لك. طبعا كمان اكيد متابعين جولتنا بمناسبه من كنيسه اللاتين بمناسبه عيد الفصح، طبعا هم معنا يعطيك الف عافيه. طبعا اكيد انهم مستعجلين بسبب الصلاه، هلا الان عم بتقام شعائر الصلوات والقداديس زملاء. طبعا احنا رح نحاول ناخذ اجواء الصلاه من قلب كنيسه اللاتين. طبعا هم معنا صبيه حلوه، مرحبا، كيفك؟ منيحة. كل عام وانت بخير. انت بألف خير. فصح مجيد. مين جاب لك هالتياب الحلوين؟ امي. ايه كل عام وانت بألف خير، انت والماما. شو بتقولي لنا؟ كل عام ونحن بخير؟ يلا يعطيكي ألف عافية وكل عام وانت بخير. وانت بخير. طبعا كمان هون عندنا صبيتين بدنا نخرب لهم الصورة، يعطيكي العافية. فصح مجيد. ميرسي، تسلمي يا رب. نحكي عن عيد الفصح اليوم طبعا، او يوم او يوم او يوم القيامه خليني اقول. ان شاء الله بتمنى فصح مجيد لكل العالم وتقوم سوريا من هاللي فيه يا رب، دخل اسمك. يلا كل عام وانت بالف خير، مرحبا يا حلوين. اهلا. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. بدك تعلي لي صوتك شوي؟ شو بتقلي لنا بمناسبه اليوم الفصح؟ شو امنياتك؟ إنه يكونوا كل العالم بسلام وبخير. يكونوا كل العالم بسلام وبخير، إن شاء الله يا رب تضلي بسلام وبخير. مرحبا. أهلا. كيفك؟ منيحة. حبيبي اليوم عيد الفصح، شو بتقولي لنا بهالمناسبة؟ كل عام وأنتم بألف خير. أنت بألف خير يا رب، شو أمنياتك بهالمناسبة حبيبي؟ إنه نحب بعضنا. يلا إن شاء الله يا رب يعم الحب والسلام والأمان على كل سوريا وكل ربوع الوطن. طبعا نحن هلأ رح نحاول ناخد جزء من الصلوات والقداس الإلهي المقام بمناسبة عيد الفصح الغربي، طبعا بتتبع الطوائف المسيحية خليني أقول اللي بتتبع التقويم الغربي، طبعا رح نتابعها مع كاميرا الزميل بشار قزق. طبعا مثل ما ذكرنا هيدا العيد إجا بعد صيام طبعا لمدة 40 يوم. طبعا نحن هلأ بالصوت والصورة مع الزميل بشار قزق لننقل القداس والصلاة المقامة بهذه المناسبة. Thank you.
طبعا زميله مها وزميله زينه واكيد لكل حدا عم بيتابعنا على قناه اوغريت. هيدا كان جزء من الصلوات والقداديس المقامه بمناسبه عيد الفصح في كنيسه اللاتين، كنيسه قلب يسوع الاقدس. طبعا هيدا هلا الصلاه مستمره لمده ساعه. طبعا اكيد هلا رح نرجع لعندكم زملائنا بالاستوديو، واكيد بدي استغل الفرصه ونعايد ضيوفكم بالاستوديو ونقول لهم فصح مجيد. شكرا.